أعلنت الأمم المتحدة توصل أطراف النزاع اليمني إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، إلى جانب الاتفاق على ملفي الأسرى والمعتقلين وملف تعز، بالإضافة إلى الاتفاق على تولي القوات الشرعية مسؤولية الأمن في مدينة الحديدة وموانئها وبجدول زمني محدد. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في ختام المشاورات أن هذا الاتفاق سيسهم في تحسين الظروف المعيشية لملايين اليمنيين.